السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحتنا على قناتكم قناة تكنيك أندرويد تي زد أو تكنو أندرويد تي زد. في الدرس السابق كنا قد وصلنا إلى كيفية وضع ملفات الأنمي وملفات المينيو. اليوم سوف نأتي إلى شرح مجلد الفاليو. في مجلد الفاليو سوف نقوم بشرح كيف نقوم بوضع ملفات الكولورز المتعددة. أولا نقوم بإنشاء مجلد خاص بالأراي ليست من نيو فاليو ريسورس فايل. ننقر الفاليو ريسورس فايل نسميه أرايس، نسمي الرايس. يفتح لنا هذا الملف، هنا نقوم بوضعه هكذا. نقوم بفتح هكذا، نسمي هذه الراي. وهنا سلاش الراي هكذا. نضع هذا الوسم، هنا نضع له النيم، نيم نسميه كولر. هنا بالداخل هنا كولر او كولرز. لماذا كولرز؟ لانه سوف يجلب لنا الالوان من هذا المجلد ويتكون خاصه بملف الراي. طيب ماذا نعمل؟ نضع هكذا هكذا فقط. هنا نسميه كولور، وهنا كولور، هنا نقوم بجلبه من مجلد الكولور أروباز كولور هكذا، لكن نضع له اسم كولور واحد، نضع له اسم كولور واحد هكذا. وبنفس الطريقة نضع الراي هكذا. بنفس الطريقة نعمل كوبي كولي 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 كولي. هكذا كولور واحد، هنا كولور اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر. يمكن اضافة عدة كما نشاء. ماذا هنا ماذا يقول الراي؟ سوف يقوم بجلب الالوان من مجلد الكولر، من مجلد الكولر بهذا الترتيب وبهذا الاسم، يكون بهذا الاسم. نذهب الى مجلد الكولر، نقوم بفتحه. هنا ماذا نعمل؟ نضع لهم أسماء هكذا، نعمل كوبي هنا فقط نفس الطريقة. فقط هنا نكتب كولور واحد ونضع له لون من هنا، ننقر هنا، نضع له لون، نبدأ فقط في الأحمر
ليكن أحمر هكذا، ثم نعمل له كوبي بيست 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 بيست. هنا نضع كولور 2 3 4 5 6. لاحظ لما نذهب إلى الراي سوف تظهر هنا ألوان في الجهة المقابلة له، هنا من المفروض أن تظهر ألوان 7 8 9 10 11. نعم سبريم سبريم. هكذا نكون قد أنشأنا الألوان الخاصة بمجلد الراي. نقوم بوضع في مجلد الكولور، نقوم بتغيير الألوان ليكون هكذا، ليكون هنا هكذا، هكذا. نضعها من مختلف الألوان. هكذا يكون متدرج الألوان كما تشاهدون. طيب لماذا لم يظهر هنا؟ لماذا لم تظهر الألوان هنا؟ معذرة معذرة، هنا ليس كولور وإنما إيتم إيتم. هنا لاحظوا لما نضع إيتم يظهر الكولور هذا كولور 2 بهذا الشكل، سوف يظهر هنا إيتم كما تشاهدون أمامكم. إيتم. كما تشاهدون هكذا بهذه الطريقة، لاحظوا الألوان نفس الألوان التي كانت هنا في الكولر التي قمنا بإنشائها، هنا ظهرت في مجلد الراي ليست التي سوف تظهر في الراي ليست. طيب بنفس الطريقة نقوم بتحضير بقية الكولورز، يعني بقية المشروع، يعني لدينا كولور بريماري اوتوماتيكلي، يعني كولور بريماري دارك وكولور اكسنت. نقوم بجلب بقية الكولورز، قمت بكتابة يعني النيم الخاص ببقية الكولورز، فقط نضع لها colors، نقوم بتغيير colors فقط، يعني color nice
أظن يكون هذا كولر، هذا ديب، يأكل هذا وايت، تكون هذه باك جراوند، تكون هذه لايت، كلون لايت، يكون هذا كولور بربلر، يكون هذا كولور باب، يكون هذا يلو، يكون هذا كولور وايت 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 وايت. هذا كولور سكي، يكون هذا كولور جرين، يكون هذا قصيدو، يكون هذا سبلاش، كولور خاص بسبلاش، يكون أحسن يكون فاتح، كولور أوت سبلاش، أوت سبلاش يكون غامق نوعا ما، كولور تايتل يكون بالأسود، أتركه بالأسود، كولور سو تايتل، سو تايتل، سو تايتل نجعله هنا، سو تايتل تو نجعله بهذا الشكل. بهذا نكون قد انتهينا تقريبا من وضع كامل الكولورز. طيب الآن نأتي إلى ملف مجرد الفاليو، نيو فاليو ريسيرش فايل، فاليو ريسيرش فايل، نضع له اسم، نضع اسم مجلد الديمونز أو الأبعاد الخاصة بالأبعاد، نقوم بفتحه يفتح لنا بهذه الطريقة هكذا. ديمن هكذا، ديمن سلاش ديمن، هنا يجب ان تكون سلاش ريسيرش، سلاش ديمن، ديمن سلاش ديمن، ديمن هنا تضع له النيم، نيم نضع له مثلا ليكون ليست ايتم، ونضع له 70 دي بي او 60 دي بي، 60 دي بي. بنفس الطريقة نضع ثلاث ابعاد لثلاث ليست ايتم، مثلا نضع له اسم فقط بوب ايتم، لأخذ 40 مثلا، توب ايتم لأخذ مثلا 20 دي بي. هذه الأبعاد يعني لتأخذ الأبعاد فقط.
ثم نذهب إلى string. من string فيه الأب نيم، يمكننا إضافة مجلدات أو عناوين أخرى هنا، سوف إذا احتجنا إليها سوف نقوم بوضعها لاحقا. وستايل، هذا هو ستايل، يمكننا أيضا تغييره إما من هنا وإما بطريقة أخرى. طيب نأتي لستيل، قمنا بوضع ستيل خاص، نقوم بعمل كوبي لكامل ستيل ونضعه مكان هذا ستيل. نقوم بوضعه مكان هذا ستيل. لاحظوا يقول لنا بأن هذا الكولور غير موجود وهذا الكولور غير موجود وكل هذه الكولورات غير موجودة. سوف نقوم بحل هذا المشكل، لا مشكلة. نقوم بوضع ستيل اب تيم للتيم الخاص بالتطبيق، وستيل لصفحة سي ار دي تيم سي ار دي، وسبلاش ستيل الخاص بسبلاش، وستيل بالخاص ماي اكتيفيتي انيماسيون الخاص بالحركات. طيب نقوم بحل نقوم ب تغيير اللون هذا. دارك هذا هكذا. هنا نقوم بنزع فقط هذه الإشارة. بهذا نكون قد وضعنا ستيل الخاص بالتطبيق كاملا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. انتظرونا في الدروس القادمة، لا تنسوا من نقرأ سبسكرايب قناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.